الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله لما الوجود هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لنت جمعة فضل إلى أذاب تيذا حديث صحيح مسلم كجور خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ما لن قرح وصح ما لنت فضل بدن وما لنت جمعة الله أكبر ما لنت جمعة حديث آدي آد فضل بدن أياك وصور ولي حديث كوبا دان كشاكينو أفضل صلاة صلاة لدت كذا وصلاة ما لنت جمعة انتي كجورتها ما لنت جمعة ياك كجورتها حديث كلاوات ديسو أفضل صلاة وصلاة الفجر اللي تكون عند الله وصلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة وما نتفجر جمعة صلاة الفجر وجماعة اللي بتكون حديث كسيد حد دقيست قفكي دنتو هبينك جمعة سوق ليس أما ما لنت جمعة دنتو إليه وحوك بادنا فتنة القبر وإليه كبت بادنا ما لنت جمعة وحاك وجهت ساعة ولما تبضي وحوك بادين بعد العصر وحاك قدم بينيته قفكي أحيلا ساعة داس إله وح الله لو وحو ويديستو وك أقبلا جمعة إلى جمعة ذكر وكفارة مما بينهن رسولك حرقو في جمعة ذكر من دا جمعة إلى ديس جمعة إلى هدن بيسة ودافع حديثك أوفض للبدن وفضائل الأعمال أو أي قصور المال جمعة رسولك حرقو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأسم واستمع كان له كل خطوة خطاها عمل سنة سيامها وقيامها الله أكبر قف كي قبستو كالله قال أو الله قال إمام كان كدواده أنهد لن تلابك استأو قاد بل في تلابك استأقاد دوحوك على عمل سنة صوم كذا إيا قيام كذا ما تلابك استأقاد وحاكو يس أدو حل سنة صونيت قيام الليل وتاكنيت مركب محاكا حيقو إنا سوق الله ذو سوق قبيسة أذاب تمان الجمعة محيطها مركب كو إنا سوق قبيسة حديث عنك أرقنا إنا سوق قبيسة كو ولا جباه تلاو محاو التطيب إنا سوق عرفست هي رد بدن إيمان إسا إنا سوق عرفست تسد حد محاو السواك إنا سوق عديسة أول سوق نظافة هذه كوساب صنتها تن أفراد محلو بهاي إنا سفيع سول لبسة أركو قرحي إنا سول لبسة بركعة أيانا فيعل تن شنط حلو بهاي هي الصلاة على النبي نبي صلى الله عليه وسلم رسول كفوي بضيع إن أبو صلى الله عليه جمعة سوق ليس إيوه ما لنت جمعة تنقودا بين سنة قراءة سورة الكهف ما لنت جمعة سورة الكهف فإلو من رسول صلى الله عليه وسلم حديث حنا وشيء صحيح قف كي أقرأ سورة الكهف أقرأ إلى يوصينا نور من الجمعة داس إلى جمعة داكو حكت أيوصينا آداب الجمعة أنكو دادالنو مساجدها نأسوا عمرنا صلاة جمعنا أيمانا قفكي كتاب عقابتي سمحيته رسولك وحوير قفكي لا بجمع كساقته إلى قلبي سوحرة إلى وحاكا باكا لأنه قلوب تنحرة بارك الله فيكم حديث كان شير قرينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.